نبدأ نشوف السواتر والحواجز والمناورات من جانب طلائع الجيش، مناورات دفاعية بعد الاستطلاعات الهجومية اللي نجح فيها طلائع الجيش وسجل هدفين. كرة مرة تانية في الأمام، أدي عبد الرحمن، وأدي محاولة، وأدي سقوط، وجول جول 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 جول، هدف تاني للبديل عماد في الدقيقة 75، أيضا من خطأ دفاعي عمل الزيادة الغير متوقعة وأتى بالحل للدراويش. آدي الكرة وآدي الحلول وآدي التفاصيل، كرة حلوة وتسديدة قوية يخطئها دفاع طلائع الجيش علشان تسعيد جماهير الدراويش. بص شوف عماد حمدي تقدم فين وعمل الاستلام فين، وخد في عكس التحرك لكاماتشو وحط تسديدة بالقدم اليمنى، تسديدة نارية لا تصد ولا ترد علشان يعود الدراويش من جديد.